شكرا لكم. واصلين مشاهدينا مد الشروق الصباح الحي، هذا التقرير يحوي مجمع التقوى الإسلامي بقرية الجنيعات بشرق النيل، نتابع الاحتفال بمولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. البرع اللي لهمتين وطيلوا بها وهمتين يا ربنا، أول ليلة لقد حلنا قدام رجال أول يا ربنا، أول ليلة الحلل. احتفالات المولد عند الطريقة التجانية لها نكهة مميزة. امشي يا بي محمد وتوالد بشر الهواتف يا ناد، ولد المصطفى وحق الهلال. والشفاء تولى عن أمه كل كرب، ما رات يوم وضعه غط صابي. أي فوز نال الرجال وغربان، يوم نالت بوضعه ابنة وهبي، من فخار ما امتلأه النساء. الشيخ محمد المجتبى عبد الرحمن الفوتي يسعى جاهدا أن يجعل من هذه الاحتفائية مناسبة لجمع كل أهل الطرق الصوفية في زاويته، امتدادا لما كان يقوم به والده وأجداده من قبل. أول ليلة لقد حلل قام رجال ذرب وليا ربنا، أول ليلة لقد حلل رسول الأمتين يا ربنا، أول ليلة لقد حلل. اجتمع الناس من كل الأماكن ليكثروا مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي مساحة للذكر وللتدارس وجعل مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم قيمة تسري فينا الفرح. على من هو للخلق رحمة وشفاء، فالوضيع في يوم وضع تعلى، ورفيع من بعد ما عز الصفر مما حملت غبل مريم العذراء. ريان متسم من جديد، شكرا للزميل أمجد المصور المبدع والجميل على هذا التقرير الرائع والمميز مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحمد ناجي نسيتي ولكن نواصل بعد الفاصل مشاهدين.